بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة اليوم وغد خلالها غادي نحاول نستعرض الغرامات بالمطبقة على الشركات التي لا تحترم أجل الأداءات. اللي جا في واحد القانون وهو كيتعتبر قانون جديد، هو قانون 69.21 المتعلق بمدونات التجارة، واللي جاء يعني خلفا للقانون ديال 15.95 المتعلق ايضا بمدونات التجارة بخصوص تحسين اجل الاداءات. فمن خلال هذا القانون يعني تم تحديد اجل الاداءات في 60 يوما اللي على الشركات يعني مجبرة على احترام هذه الاجال، يعني ابتداء من تاريخ صدور الفاتورة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين. يعني الوقت اللي كيتم الإصدار ديال الفاتورة، فالشركة الأخرى اللي كتكون اللي صاحبة الاستحقاق كتكون يعني عندها الحق باش تستلم يعني الاستحقاقات ديالها خلال واحد الاجال ديال 60 يوما اللي جا به هذا القانون ديال 21 عفوا واحد القانون ديال 69.21 ديال مدونة التجاره، واللي في حاله ما اذا تم هناك تاخير فسوف تطبق واحد الغرامه بنسبه 0.85% على كل جزء او على الفاتوره بكاملها على كل مبلغ تاخير باستنادا على المرجعيه ديال نسبه الفائده الرئيسيه او ما يسمى لوتو ديريكتور ديال بنك المغرب، واللي من خلالها كيتم تطبيق هذه الظاهره، وبالتالي تمشيا وتفاديا عفوا لسقوط بعض الشركات والمقاولات بالخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة في خانة الإفلاس، إن لم نقل صعوبات في ممارسة نشاطاتهم التجارية، وفي بعض الأحيان وفي غياب احترام هذه الأجالات اللي تم التحديد ديالها من خلال القانون 69.21 المتعلق بمدونة التجارة. فهذه الفئة أو هذه الشريحة من المقاولات الصغرى والمتوسطة تلجأ إلى القروض البنكية اللي كيزيد كيتقل الكاهل ديالها، وبالتالي يعني كيبقى واحد سكونابل واحد لـ واحد لـ واحد لـ واحد لـ سورت دو باراليزي une sorte d'une économie d'entreprise paralysée. بمعنى تلك الشركة أصبحت مريضة، لأن يعني في عدم احترام الأجل الأداءات هذه الشركة وتلك المقاولة الصغرى أصبحت مريضة للاستمرارية في مزاولة النشاط ديالها وفي التعامل ديالها داخل مدونة التجارة وفي معاملتها أيضا مع باقي الشركات الأخرى والمقاولات، وبالأحرى كذلك هذه اللي غادي نستعرضها إن شاء الله في واحد شريط فيديو مستقبلا بخصوص أجل الأداءات المرتبطة بمستحقات الشركات والمقاولات اللي عندها تعاقد مع الدولة في إطار صفقات أو خدمات أو توريدات السلع، اللي حتى هي تم يعني تحديد الاجل ديالها في 60 يوما حسب قرار وزاره الاقتصاد والماليه، واللي يعني سواء الامرين بالصرف وكذلك المحاسبون العموميون اللي كان يعني اصبحوا مجبرين لاحترام هذه الاجالات، ما عدا اذا كان هناك بعض الامور التي تعيق يعني أحقية التسليم أو أحقية الخدمة، أو هناك يعني خلل في المسطرة أو خلل في عدم القيام بالخدمة كما يقع في مجموعة من الأمور. ولكن كتبقى القاعدة هو احترام الأجل 60 يوما حتى تلك المقاولة أو تلك الشركة ما كتطيحش في خانة الإفلاس، ما كتطيحش في ذاك الخانة ديال اللجوء إلى القروض البنكية اللي كيتقل الكاهل ديالها. ومن خلال يعني واحد القراءة بالنسبة
للجي دي، يعني تدبير المندمج للنفقات العمومية، كي تبين بأن هناك يعني أجلات لم تحترم في بعض الأحيان. هناك بعض المؤسسات العمومية التي تحترم نفسها، واللي كاينه واحد الاحترام التام لأجل الأداءات، وبالتالي المقاولة أو الشركة أو الموردون كياخذوا المستحقات ديالهم في الأجل المحددة، وربما في أقل ما يعني يفترضه القانون. هاد الشطر غادي نخليه إن شاء الله باش نهضروا فيه في واحد الفيديو مستقبلا، ولكن نحن الآن بصدد يعني القانون الجديد اللي غادي يدخل في حيز التطبيق ابتداء من فاتح يوليوز 2023. وبالنسبة للشركات الأخرى اللي رقم المعاملة ديالها كيفوت 2 مليون ديال الدرهم، إن شاء الله غادي يدخلوا في فاتح يناير 2025. وبالنسبة للشركات كذلك اللي رقم المعاملة ديالها يعني كيقل على 50 مليون ديال الدرهم وكيزيد على 10 مليون ديال الدرهم، اللي غادي يدخلوا ان شاء الله حيز التطبيق في يناير 2024. فيعني هناك واحد الاستثناء بالنسبة لهذا القانون اللي جاء يعني تفاديا لسقوط المقاولات في الإفلاس وكذلك في الصعوبات المالية، اللي تم تحديد الأجال ديال الأداءات 60 يوما، واللي دفع بالقانون ديال 21 عفوا 69 نقطة 21، ليعوض القانون ديال 95 على 15 95 نقطة 15 ديال مدونة التجارة، خدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطة وأيضا المقاولة الكبرى فيما بينها، لاحترام الأجال الأداءات يعني ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة. هادو الإخوان ديالنا المقاولين وأصحاب الشركات، هذه واحد المعلومة كنعطيها لكم، لأن باش تكونوا يعني هي الإنتاجية أو التجارة كتبقى مرتبطة يعني مدى معرفة القوانين، لأن أي شركة أو واحد رئيس ديال واحد الشركة أو واحد المالك ديال واحد الشركة واحد المقاولة، لابد مخصو يعرف هاتي المسائل باش كيكون على بينة أشنو ما له وما عليه، لأن هو باش ما يطيحش بالخطأ، وربما حتى هو إلا كان يعني أمام هاتي الوضعية كيكون على الأقل كيعرف ما يخول له القانون في بخصوص أجل الأداءات. ويعني للتأكيد فأجل الأداءات هي 60 يوما، يعني من خلال القانون الجديد تم وبدأ يعني كيطبقوا الغرامات المالية بواحد النسبة ديال 0.85 على الشركات التي لا تحترم هذه الأجل ابتداء من يوليوز فاتح يوليوز 2023. وهناك يعني تواريخ أخرى اللي جاية بالنسبة للمقاولات أو الشركات اللي رقم المعاملة ديالها كيفوت يعني كيقل على 2 مليون ديال الدرهم، حتى غادي يدخل إن شاء الله في هذه الخانة، ولكن ابتداء يعني غادي داك الشيء تدريجي ابتداء من 2025. فالغاية من هذا التقديم هو إحساس الإخوان أصحاب الشركات والمقاولات بمدى احترام أجل الأداءات، لكل شركة أو كل مقاولة مطالبة باحترام هذه الأجال اللي تم التحديد ديالها في إطار القانون ديال 66 نقطة 21 من مدونة التجارة، واللي تم التحديد ديالو 60 يوما ابتداء من تاريخ صدور الفاتورة إذا لم يكن هناك اتفاق. في حالة ما إذا كان هناك اتفاق فالمسألة لا تسري عليها الغرامات، ولكن الوقت اللي كيكون عدم يعني وجود أي اتفاق فالقانون يطبق تلقائيا بنسبة 0.75% نسبة الغرامات على الفاتورات اللي تم تأخير الأداء ديالها. والمرجعية هو لوتو ديريكتور ديال بنك المغرب، اللي من خلاله يعني كتكون واحد النسبة تحدد يعني، وهاد التأخير ديال عفوا وهاد الغرامات كتمشي للخزينة للمملكة المغربية. فإلى هنا أكتفي
بتقديم هذه المعلومة، وإلى اللقاء في معلومة أخرى وفي حلقة أخرى بحول الله، والسلام عليكم.